بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من بي ام هاوس، بيت إدارة المشروعات للمصريين، بيت إدارة المشروعات للأمة العربية كلها. إحنا النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم على one of the project constraint اللي مكتوب قصادنا هنا project quality. quality بالأحمر كده وبينه إن هي حاجة مهمة جدا، لان البروجكتس لما بدانا واتكلمنا عليه في البدايه اللي بيقدم سيرفيس او برودكت او ريزلت عشان تفتكروا كان عنده شويه كونسترين، شويه محددات، وهذه المحددات كان من اهمها التايم والسكوب والكوست والكواليتي. طيب النهارده باذن الله هنتكلم على الكواليتي بعد ما خلصنا المحددات الاخرى الكونسترينز الاخرى. كالعادة الصفحة اللي معانا اللي بتبان فيها كل البروسيس الصفحة رقم 25 في كتاب البيمبوك، هي الصفحة اللي بيبان عندنا جميع البروسيس، بيبان عندنا فيها كل حاجة عن إدارة المشروعات. والبروجكت كواليتي مانجمنت على حسب البي ام اي ما بيتكلمش على الكواليتي سيستم بشكل السكس سيجما او اللين سيجما، لا، احنا بنتكلم على البروجكت كواليتي مانجمنت من وجهة نظر مدير المشروع. دايما مدير المشروع هو اللي بيحكم على البروسيس وعلى الانشطه اللي احنا بنشتغل عليها. اول حاجه هنكلمك عليها، طبعا بنعمل اوفر فيو فقط، بعد كده بنتكلم بالتفصيل. هكلمك على بلان كواليتي مانجمنت. ولما اقول لك كلمه بلان، كلنا عارفين الاغنيه الشعبيه المصريه، مين اللي هيعمل ايه وامتى وازاي وكام وليه ومع مين ومنين. لما اكلمك على بلان كواليتي تحديدا، اكلمك على الميثود ستيتمنت، اكلمك على الستاندر، اكلمك على الريكويرمنت، ايه اللي الستيك هولدرز عايزينها وحولناها للستاندر. ومش بس كده، ده انا اكلمك كمان على هاو كان وي ميت ذا ستاندر، ازاي ان احنا ممكن نوصل في الاخر الى متطلبات هؤلاء الستيك هولدرز. لما اكلمك عن الكواليتي هكلمك على مانج كواليتي، وكانت في الكتاب الاصدار الخامس كواليتي اشورنس او اشور كواليتي، وهم نفس الاكتيفيتيز، هم غيروا الاسم فقط الى مانج كواليتي عشان تتناسب مع الاكسكيوشن بروسيس جروب. مانج كواليتي، بلان كواليتي، كنترول كواليتي، هم الثلاثه بروسيس اللي دايما بنتكلم عليهم لما نيجي نتكلم على تقديم المتطلبات للستيك هولدر. الكنترول كواليتي والمانج كواليتي الفرق اللي بينهم هو فرق في الانشطه نفسها، لان انا بعمل كنترول كواليتي بعد ما الدليفربل يطلع، بعد ما يكون عندي دليفربل وهذا الدليفربل ينتهي تماما، اشوف هو فانكشنال كوركتلي ولا لا، بيشتغل بشكل صحيح على حسب المواصفات والمقاييس اللي حطيتها في البلان، ولا محتاج ريورك. اذا كان فانكشنال كوركتلي ابعته لي فاليديت سكوب عشان يشوفوه اذا كان هو اكسبتد ولا مش accepted. لو هو accepted خلاص بنبعته إلى close project أو phase. لو مش accepted نعمل كالعادة change request، ونبعت هذا change request إلى perform integrated change. أنا عايز أفكرك بس بالكلام اللي احنا قلناه في خلال العشر أسابيع اللي فاتت ديت، والمحاضرات اللي احنا خدناها قبل كده. احنا يمكن خدنا لنا لغاية دلوقتي 8 محاضرات، هم فوت 11 محاضرة، خدنا 8 محاضرات تقريبا. اول حاجة لما اتكلمنا مع بعض اتكلمنا على ان اول اكتيفيتي بنعمله يا جماعة في ادارة المشروعات هو develop project charter، وكان الاسبونسر هو المسؤول الاول والاخير الاكاونتابل عن هذه الشارتر، لان هو والفريق بتاعه بيختار المشروع الذي يحقق الاهداف الاستراتيجية، يختار مشروع الذي يساهم في تحقيق احد الاهداف الاستراتيجية. واذا ما اختار مشروع يعين له مدير مشروع، ومدير المشروع يكون عنده authority على حسب نوع الorganizations اللي احنا اتكلمنا عليها. احنا بنعمل refreshment كده سريعا للي احنا اتكلمنا عليه. طيب بعد ما عمل التشارتر ووقع عليها، خلاص اصبح مدير المشروع عنده authority ان هو يستخدم الresources الخاصة بالorganization والتي يجب ان تعمل في هذا المشروع. فيبدأ في اعداد الكور تيم بتاعه، وهو والكور تيم اللي بيكونوا ريبريزنتيف من اماكن مختلفه وادارات مختلفه قد تشارك في وقت او في اخر بشكل فيرتشوال في المشروع
يبدأوا في تحديد الستيك هولدر، في يبدأوا في عمل أناليسز الستيك هولدر، يبدأوا في إعداد الستيك هولدر ريجستر. الستيك هولدر ريجستر زي ما قلنا هو عبارة عن معلومات استخباراتية عن من هم الستيك هولدر، هل هم ريزيستنت، هل منهم أنأوير، هل فيهم السبورتر. وبالتالي يستطيع مدير المشروع أن يبدأ في إعداد خطة إدارة المشروع ويديفلوب البروجكت مانجمنت بلان. لما يجي ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان يستطيع أن يعمل في كثير من السبسيدري بلانز المكونة للبروجكت مانجمنت بلان، ولكن يجب أن ينتهي أولا من تحديد نطاق العمل. لكن ده لا يمنع أبدا أنه هو يستطيع أنه يعمل في إعداد خطة مشاركة الستيك هولدر، بلان الستيك هولدر انجيجمنت رقم 13.2 اللي أنا بشاور عليها ديت، يستطيع أن يبدأ فيها جنبا إلى جنب وهو يعمل في developing project management plan. يستطيع أن يقوم بوضع الاستراتيجيات وفريق العمل اللي معاه الكور تيم أو غيره بوضع الاستراتيجيات التي تحفز الستيك هولدر إن هم يشاركوا في هذا المشروع، الاستراتيجيات التي تغير من قناعات الستيك هولدر حتى يتحولوا من مقاومين للمشروع إلى داعمين أو على الأقل محايدين للمشروع. هذه الاستراتيجيات نضعها في خطة الانجيجمنت للستيك هولدر. لما اتكلمنا على السكوب قلنا إن السكوب مانجمنت أو إدارة نطاق العمل هو مطلوب علشان خاطر تقدر تقول للكلاينت بتاعك سوري أنا مش هقدر أغير حاجة دلوقتي، احنا اتفقنا على نطاق محدد. ده طبعا لو كنا بنشتغل في البروجكت لايف سايكل اللي اسمه بريدكتيف او يسموه الناس بتوع الاي تي الووترفول. لما يكون عندك قدره على تحديد نطاق العمل تستطيع انك تشتغل بلان دريفن، ويكون التشينج عاده ثرو البروسيسز ال12 اللي قصادنا دول. لما نعوز نغير في اي من هذه النولج اريا، نغير في السكوب، نغير في السكيدول، لابد أن نخرج تشينج ريكوست، وهذا التشينج ريكوست يروح للسبونسر أو سي سي بي تشينج كنترول بورد في بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول بروسيس علشان نقدر إنه يديله أبروفال أو ريجكت. لكن نرجع للسكوب مانجمنت والهدف منه إني أقدر أعرف إيه الشغل المطلوب، ما هو العمل المطلوب، والعمل المطلوب فقط the work required and only the work required to complete the project successfully. ولهذا أبدأ أولا وأنا بدير نطاق العمل بوضع خطة لنطاق العمل. في حد كتب حاجة في الشات وأنا ما بشوفش الشات فلازم أفتح بنوار لي بس. حسن الدكتور حسن بيقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ببدأ في وضع خطة للسكوب، وهذه الخطة التي تحدد لي مسؤوليات وأدوار والبادجت والميثودولوجي وكل أركان الخطة اللي احنا تعلمناها مع بعض، ولكن لإدارة السكوب فقط. كيف سأقوم بتجميع المتطلبات، من المسؤول، وما هي الطريقة، وما هو الوقت والتكلفة، كيف سأقوم بتحديد السكوب، من المسؤول ومرده ما هو الوقت وما هي التكلفة and so on. نقدر ان احنا نضع في خطة السكوب سكوب مانجمنت بلان كل المسؤوليات والأدوار والتكلفة والوقت المطلوب لأداء هذه البروسيسز الخاصة بالبروجكت سكوب مانجمنت، لأداء كولكت ريكويرمنتس، ديفاين سكوب، كرييت دبليو بي اس، فاليديت سكوب، كنترول سكوب. اتكلمنا في السكوب مانجمنت على ان البروسيس رقم 5.2 وهي كولكت ريكويرمنت هي بروسيس الحقيقه لها هدف اساسي وهو وضع الريكويرمنت دوكيومنتيشن. في دوكيومنتيشن هذه الريكويرمنت بتكون ريكويرمنت للستيك هولدرز، اذا بناء على معرفتي للستيك هولدرز، بناء على الستيك هولدر ريجستر، بناء على المعلومات اللي عندي من الستيك هولدر اقدر ادعوهم الى اجتماع، اقدر اني اعمل معاهم ورش عمل، اقدر اني اشتغل معاهم ببرين ستورمينج، اقدر اني ابعت لهم كويشنير، اقدر اني اقسمهم لمجاميع مجموعات تركيز صغيره، اقدر اني اعمل طرق كتيره جدا علشان اجمع متطلباتهم الاداريه والفنيه والقانونيه وكل انواع المتطلبات واضعها في ريكويرمنت دوكيومنتيشن.
بعد كده استطيع مع فريق العمل اني ابدا بتحليل المنتج او الخدمه او النتيجه التي اريد ان اخرج بها من هذا المشروع، واحدد ما هو السكوب، ما هو العمل، ما هي المخرجات المطلوبه لهذا المشروع. وده بيكتب يا جماعه في السكوب ستيتمنت، سكوب ستيتمنت او بيان نطاق العمل، ويخرج ويكون مخرج من المخرجات الخاصه ب البروسيس رقم 5.3، العملية رقم 5.3، ويكون اسمه بيان نطاق العمل أو Project Scope Statement. نأخذ جميع المتطلبات المكتوبة والمخرجات المكتوبة ووصف المشروع المكتوب في بيان نطاق العمل الذي يقدم لفريق العمل Common Understanding، فهم مشترك ما بين كل الفريق عن ما هي هذه المتطلبات، ما هي هذه المخرجات. نأخذ هذه المخرجات والمتطلبات اللي كتبناها في بيان نطاق العمل ونقوم بتكسيرها، نقوم بتحليلها، نعمل ديكومبوزيشن لها حتى نحصل على ورك بريك داون ستراكشر أو هيكل لتجزئة العمل. هيكل تجزئة العمل يقوم بإعداده فريق عمل المشروع، وهيكل تجزئة العمل يساعدنا على فهم السكوب اوف ورك، على فهم نطاق المشروع، نطاق عمل المشروع كاملا، برودكت سكوب وبروجكت سكوب. كل مخرج من المخرجات يكون موجود في هيكل تجزئة العمل او في ورك بريك داون ستراكشر هو فقط في نطاق العمل. اي مخرج من المخرجات غير موجود في هيكل تجزئة العمل ليس من نطاق العمل. ولهذا نحتاج إلى قاموس لهيكل تجزئة العمل WBS Dictionary الذي يصف كل مخرج من المخرجات، والذي يصف حزم العمل. حزم العمل هي الورك باكج، الورك باكج هي الحد الأدنى، the lowest level في WBS. نوصفه وصفا دقيقا بما يتطلب من موارد، بما يتطلب من وقت، بما يتطلب من كل المعلومات الفنية والإدارية والقانونية التي يجب أن نكتبها عن مخرج أو مخرجات هيكل تجزئة العمل. هذه المخرجات الموجودة في هيكل تجزئة العمل في الورك بريك داون ستراكشر ناخدها هي وبيان نطاق العمل سكوب ستيتمنت والديكشنري الخاص بهم، ونجمعهم كلهم مع بعض وناخد عليهم موافقة من السponsor، ناخد عليهم approval من البروجكت سponsor، ونسمي هذا المستند هو السكوب بيزلاين، خط أساس أو الخط المرجعي لنطاق العمل. نستمر في التخطيط ونضع خطة لكيفية إدارة الجدول الزمني 6.1، العملية رقم 6.1، وهي التي يخرج منها خطة إدارة الجدول الزمني. وطبعا حتى نستطيع إخراج خطة إدارة الجدول الزمني أو خطة إدارة نطاق العمل أو خطة إدارة التكلفة أو أي من الخطط الفرعية التي تكون خطة إدارة المشروع، يجب أن نستعين بخبراء، يجب أن نعقد الاجتماعات مع هؤلاء الخبراء بناء على معرفتنا السابقة من المشاريع السابقة والنماذج الخاصة بهذه المستندات، وكمان بمعرفتنا بالعوامل البيئية الـ Enterprise Environmental Factors. كل هذه متطلبات أو مدخلات حتى نستطيع إعداد هذه الخطط الثانوية. الخطة السنوية التي تسمى Schedule Management Plan أو خطة إدارة الجدول الزمني هي أيضا مثل جميع الخطط السابقة، هي ترشدنا وتدلنا على كيفية عمل باقي العمليات، هي Guidance and Direction for Define Activities, Sequence Activities, Estimate Duration, Develop Schedule and Control Schedule. بعد وضع هذه الخطة الثانوية نستطيع أن نقوم بعمل الكثير من الخطط الأخرى، يعني في نفس الوقت نستطيع إعداد خطة التكلفة، نستطيع إعداد خطة الجودة، نستطيع إعداد خطة الموارد، نستطيع إعداد خطة التواصل، خطة إدارة المخاطر، خطة إدارة البريكيورمنت، الاحتياجات والمشتريات والعقود. كل هذا يمكن أن نبدأ فيه في نفس الوقت طالما كان لدينا سكوب بيزلاين، طالما كان لدينا الخط المرجعي
لنطاق العمل. فنفترض أننا قمنا بإعداد خطة إدارة الجدول الزمني، وهناك من فريق العمل من يقوم بعمل خطة إدارة التكلفة، وآخرين يعملون في خطة إدارة الجودة أنسون، وهكذا. نتحدث الآن عن ما هي defined activities. Activities وهي الأنشطة التي يجب أن يقوم بها فريق العمل حتى يستطيعوا استكمال المشروع. هذه الأنشطة يمكننا الحصول عليها من عمل decomposition، تحليل تكسير لـ work package، حزمة العمل الموجودة في هيكل تجزئة العمل الموجودة في WBS، أو نقول عليه هيكل تجزئة العمل. محمد مصطفى، محمد مصطفى فاتح الفيديو. طيب الاكتيفيتيز او الانشطه يمكن تكسيرها هي عباره عن التي يمكن تكسيرها هي عباره عن اوامر العمل، هي عباره عن اوامر العمل التي تؤدي الى حزم العمل. هذه الانشطه لابد ان تكون لها اعتماديات بينها وبين انشطه اخرى. اذا نستطيع بناء نتورك، نستطيع بناء شبكه عنكبوتيه للانشطه، وهذه الشبكه يكون تكون فيها الأنشطة ذات علاقات متداخلة، ربما تكون بداية يعني start to start، أو ربما تكون finish to start، بداية نهاية، أو تكون finish to finish، نهاية مع نهاية، أو تكون start to finish، بداية مع بعدين نهاية. كل هذه الأنواع من الاعتماديات نكتبها ونضعها في المخطط الشبكي، وفي نفس الوقت نستطيع عمل أشياء أخرى مثل الـ 6.4 أو العملية رقم 6.4 Estimate Activity Duration، تقدير المدد الزمنية للأنشطة. أيضا نستطيع أن نعمل في 9.2 اللي أنا بشاور عليه ده، العملية رقم 9.2 Estimate Activity Resource، تقدير الموارد، الموارد البشرية، الموارد الخامات، الموارد المعدات لكل نشاط. عند تقدير هذه الموارد تستطيع أن تقدر المدد الزمنية، أو ربما بناء على المدد الزمنية ومعرفتك للإنتاجية ولإتاحية هذه الموارد according to productivity and according to the availability resource calendar for example، تستطيع أن أنت تحدد وتقدر هذه الموارد الأنشطة. إذا انتهيت من هذه الأعمال تستطيع الآن في إخراج الجدول الزمني. الجدول الزمني طبعا بنستخدم فيه تقنية حديثة ومهمة جدا، وهي الكريتيكال باس ميثود، طريقة المسار الحرج. وحتى يمكننا حساب الإيرلي ستارت والإيرلي فينيش، البداية المبكرة والبداية والنهاية المبكرة، أو الليت ستارت والليت فينيش، البداية المتأخرة والنهاية المتأخرة. يجب أن نستخدم تقنيتين، تقنية اسمها forward pass technique والتقنية الأخرى اسمها backward pass technique. وعند حساب الـ early start والـ early finish والـ late start والـ late finish، الفرق بين الـ late start dates، الـ late finish date، الـ late dates عموما والـ early dates عموما، هو ما يسمى بالفائض الكلي للنشاط. وهذا الفائض الكلي الوقت، هو الوقت الذي يمكن أن تتأخره أو يتأخر النشاط دون أن يؤخر المشروع. بينما هناك نوع آخر من الفائض، زي الفائض الحر وأنواع أخرى من الفائض، إحنا تحدثنا عن نوعين فقط لأنهم الأكثر استخداما. هذه العملية يمكن أن تكون في نفس الوقت الذي نؤدي فيه عملية رقم 7.2 أو Estimate Cost، حتى تستطيع تقدير التكلفة لكل نشاط من الأنشطة أو لكل Work Package في WBS، ثم توزع هذه التقديرات على الجدول الزمني فتخرج Cost Baseline أو خط أساس التكلفة، وده بيكون في أثناء العملية رقم 7.3 أو Determine the Budget. أيضا تحدثنا عن كيفية إعداد خطة الموارد، وتكلمنا على أن الموارد ليست فقط هي الموارد البشرية، ولكن لدينا من الموارد الأنواع الأخرى
زي المعدات زي الخامات، فكان في physical resource وكان human resource. واستخدمنا الكثير من الأدوات زي مثلا أداة اسمها resource histogram التي توضح لنا إتاحية الموارد ومدى استخدامها بعد توقيعها على الاكتيفيتيز. لما نعمل ريسورس اساينمنت نستطيع ان احنا نعرف الريسورس هيستوجرام بتاعنا، سواء كان الريسورس ده فيزيكال ريسورس او هيومن ريسورس. تحدثنا ايضا على بلان كوميونيكيشن مانجمنت، وقلنا ان يجب ان نعلم من يريد انفورميشن وهيعوزها امتى وهياخدها ازاي، وهذه الانفورميشن هنديها له بأني فورمات، وهل هذه الانفورميشن هي ريبورت ولا ميتينج ولا كانت بريفينج ولا هتكون ايه بالظبط. وكانت هذه الفورمات طبعا تستخدم كما استخدمناها من قبل في المشاريع السابقة، فنخرج النماذج الخاصة بهذه العملية من الـ OPE. تحدثنا في المرة الفائتة أو المرة الماضية أيضا على كيفية إعداد خطة إدارة المخاطر، وكانت تحتوي على كثير من المكونات، تحتوي على 11 مكون 11 contents for the risk management plan. اتكلمنا على risk strategy، اتكلمنا على role and responsibilities، اتكلمنا على احتوائها على methodology، احتوائها على timing، احتوائها على funding، احتوائها على ال P&I metrics، احتوائها على ال definition scale، احتوائها على risk category، احتوائها على stakeholder risk tolerance، احتوائها على الريبورتينج فورمات، احتوائها على هو المكون رقم 11 على التراكينج بروسيديرز، تحتوي على الكثير من المعلومات التي تستطيع ان تكون لنا جايد ودايركشن، تقودنا وتدلنا على كيفيه عمل تحديد للمخاطر، على كيفيه عمل تحليل للمخاطر، سواء كان هذا التحديد التحليل تحليل كمي أو تحليل نوعي. ولكن قبل أن ننتقل إلى التحليل، تحدثنا أيضا على Identify Risk. Identify Risk هو كيفية تحديد المخاطر. المخاطر بشقيها، المخاطر على حسب المخاطر للأعمال، ليست المخاطر الخاصة بالتأمين. والمخاطر الخاصة بالأعمال لها شقين، تحتمل اللوس الخسارة وتحتمل الجين المكسب. وعندما تحدثنا عن هذه المخاطر علمنا أو يعني عرضنا كثير من الطرق التي تستطيع بها تحديد المخاطر، زي مثلا طريقة البرينستورمينج، زي مثلا المايند مابينج، زي مثلا الميتينج، زي مثلا الهيستوريكال ريكورد، زي مثلا الاسامشن اناليسيس. كثير من الطرق تحدثنا عنها لكي نخرج ونحدد هذه المخاطر. وضعنا هذه المخاطر في ريسك ريجستر، في سجل المخاطر، به جميع المعلومات التي يمكن ان نحتاجها عندما نحلل المخاطر. ثم تحدثنا عن نوعين من تحليل المخاطر. النوع الاول كان هو التحليل النوعي، كيف أننا يمكننا تحليل الاحتمال والأثر probability and impact for every risk، لكل risk لكل مخاطرة من المخاطر يمكننا تحليل الاحتمال والأثر. وهذا الاحتمال والأثر يعني نقوم بتحليلهم باستخدام سكيل أو مقياس ليس مقياسا رقميا، لكن المقياس مقياس نوعي، زي مثلا احنا بنقول هاي وميديوم ولو وما بنستخدمش الارقام. لكن استخدمنا الاجتماعات مع الخبراء وبدأنا في وضع الاولويات بين المخاطر وبعضها البعض باستخدام هذا التحليل النوعي، ووضعنا المخاطر الاقل يعني أولوية low priority risk وضعناها في watch list، وضعناها في قائمة للمراقبة حتى يمكننا من التعامل مع هذه المخاطر ذات الأولوية الضعيفة أو القليلة، أو يمكننا وضع لها بعض reserve contingency reserve.
كمان تحدثنا عن how can we perform quantitative risk analysis وقلنا إن التحليل الكمي للمخاطرات يمكننا أن نستخدم فيها المحاكاة simulation وعرضنا كيفية استخدام مونتي كارلو analysis طريقة تحليل مونتي كارلو وكمان طريقة تحليل الحساسية sensitivity analysis كما أننا تعرضنا إلى expected monetary value وتعرضنا إلى طريقة شجرة القرارات أو decision tree. كل هذه الأشياء تحدثنا عنها المرة الماضية كما أننا تحدثنا على العملية رقم 11.5 اللي كان فيها جماعة كيفية وضع الاستراتيجيات أو استراتيجيات الاستجابة response, risk response وتحدثنا عن الكثير من الاستراتيجيات تحدثنا عن استراتيجية الإليمينيشن واستراتيجية الميتيجيشن واستراتيجية الأكسبتنس واستراتيجية الترانسفير ودي كلها كانت تستخدم للمخاطرات ذات الأثر السلبي بينما تحدثنا عن بعض الاستراتيجيات الأخرى التي تستخدم للمخاطرات ذات الأثر الإيجابي زي التصعيد والتصعيد يستخدم للسلبي والإيجابي زي الأكسبت والأكسبت يستخدم للسلبي والإيجابي زي الإكسبلويتيشن أو اقتناس الفرصة وتحدثنا أيضا عن الشيرينج أو عملية يعني جوينت فينشر التضامن شركات التضامن بينك وبين شريك لك أو الانهانس التحسين المستمر لهذه الفرصة كل هذه استراتيجيات تحدثنا عنها في المرة الماضية ووضعناها في خطة الاستجابة بعدين في الآخر خالص اتكلمنا على عمليات خاصة بالريسك مانجمنت زي عملية implement risk response ومونيتور ريسك وكان الفرق بينهم ان المونيتور بيكون بيقيس الافيشنسي بينما الimplementation هو بيعمل عملية تمكين عملية تمكين لفريق العمل ان يقوم باعداد وتنفيذ مش باعداد يقوم بتنفيذ الريسبونس استراتيجيز اللي حطها في الخطه الخاصه ببلان ريسك ريسبونس بينما مونيتور كان يقيس الافيشنسي ويقيس الافكتيفنس يعني هل هذه الريسبونس استراتيجي حقيقيه وصحيحه وتؤدي الى نتيجه هل استخدمت بالشكل الصحيح كما ان اثناء المونيتور ريسك كنا بنعمل حاجتين تانيين كويسين جدا وهم مثلا identify new risk كيف نحدد مخاطر جديدة الحاجة التانية work around العمل الاستدراكي كيف نتعامل مع المخاطرات التي حدثت بالفعل وكانت ذات أثر سلبي ولكننا لم نستطيع التنبؤ بها ووضعها في سجل المخاطر هذه العمليات تحدثنا عنها جميعا كما أننا تحدثنا على acquire resource و develop team و manage team لما جينا اتكلمنا على acquire resource كان تحديدا الكلام عن الموارد البشرية وإزاي أن احنا بنعمل بنجيب الـ virtual team أو بنعمل pre-assignment أو بنعمل negotiation علشان نقدر نحصل على التيم اللي احنا حطيناه في الخطة كما اننا لما تحدثنا عن ديفلوب تيم تحدثنا على دكتور توكمان والمراحل الخمسه الخاصه بالديفلوبمنت بدءا بالفورمينج الى البرفورمينج وتحدثنا عن كيفيه رفع مستوى التيم باستخدام طرق كثيره جدا زي مثلا طريقه الكولوكيشن او الجمع الجغرافي او طريقه الريورد ريكوجنيشن سيستم او وضع جراوند رولز او طرق كثيره تحدثنا عنها او تريننج مثلا ولما اتكلمنا على مانج تيم اتكلمنا تحديدا على الكونفليكت وهاو كان وي هاندل ذا كونفليكت ازاي ان احنا ممكن نتعامل في حاله الصراع او الكونفليكت او التعارض في الاراء كان من ضمنها مثلا withdrawal وكان smoothing طريقة الانسحاب أو طريقة التهدئة كما أننا تحدثنا عن الكومبرومايز أو الحل التوافقي أو الفورسينج في بعض الأحيان وهو الإجبار والقصر أو البروبلم سولفينج حل المشكلات بالمواجهة بالكونفرونتيشن كل دي طرق اتكلمنا عليها في أثناء ما بنتكلم على
ان احنا بندير عملية تنفيذ الخطط الخاصة بالهيومن ريسورس. ايضا في مانجد كوميونيكيشن كانت هي العملية التي نستخدمها حتى ندير تنفيذ الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. وهذه الإدارة تمكن فريق العمل بتسهيل وتيسير العمل لهم والموارد المطلوبة حتى يمكنهم من إخراج جميع الكوميونيكيشنز ريبورتس أو بريف أو ميتينج وتوزيعها بالشكل المطلوب. كمان لما اتكلمنا على مانج ستيكهولدر انجيجمنت ايضا تحدثنا هنا بالذات على التغيير وخطوات التغيير وتنفيذ هذه الخطوات، وعملنا هايلايت على طريقة دكتور جون كوتر باعتبارها هي من اكثر الطرق شهرة ونجاحا في إدارة التغيير. لما اتكلمنا على الكنترول كان كل الكنترول اللي بنتكلم عليه سواء كان مونيتور ستيك هولدر انجيجمنت او مونيتور ريسك تحدثنا عنه ايضا او مونيتور كوميونيكيشن او ريسورس او كوست او سكيدول او سكوب، كنا دايما بنطلع باربع حاجات. ندخل بالورك بيرفورمانس داتا ونعمل عمليه المقارنه والمراجعه مع الخبراء علشان نطلع باربع حاجات اساسيه كانوا الورك بيرفورمانس انفورميشن اللي بعدين بنبعتها للبروسيس رقم 4.5، وهذه البروسيس تحولها الى ريبورتس سواء كانت انفورميشن عن السكوب او السكيدول او الكوست او الكواليتي او الريسورس او اي من النولج اريا اللي قدامنا. وكان كمان احيانا يكون في يعني ديفيشن انحرافات فنخرج بكوركتيف اكشن، ولهذا كان احد المخرجات الاساسيه هو تشينج ريكويست. طيب يا محمد معلش انا لسه شايف الشات بتاعك دلوقتي ولا يهمك. دول كان مخرجين بنخرج بيهم من الكنترول. ايضا كنا احيانا نضطر الى عمل او نحتاج الى عمل بروجكت دوكيومنتس ابديت او بروجكت بلان ابديت. طبعا بروجكت بلانز معروفه كل البلانز 18 ربما نحتاج الى عمليه الابديت او one of the plans، وممكن برضو 33 documents update نحتاج الى عمليه الابديت اليوم او واحده منهم. ده باختصار يا جماعه، اذا ما كنتش انا نسيت حاجه، ده باختصار المختصر بتاع الفتره اللي فاتت كلها اللي اشتغلنا فيها. حد عنده اي استفسار يرفع ايده لو سمحت. ما فيش أي استفسار، جميل جدا. إذا نستكمل المحاضرة بتاعتنا ونرجع تاني للكواليتي. الكواليتي هي ملاك كل هذا الأمر. الكواليتي هو الريكويرمنتس زي ما احنا اتكلمنا. الكواليتي هو متطلبات الناس اللي بتشتغل في المشروع أو اللي بيتأثروا بالمشروع أو اللي بيؤثروا في المشروع أو الأورجنايزيشن اللي بتؤثر أو تتأثر. الكواليتي يا جماعة هي أهم كونسترين في المشروع، لأنها ببساطة بتتكلم على المتطلبات. هنا سؤال أعتقد إن هو مع ناس بروفيشنال زيكم هيبقى السؤال سهل. السؤال بيقول هو العربية المرسيدس اللي أنا بشاور عليها دي والعربية الكيا اللي على اليمين الزرقاء دي اللي بشاور عليها، الكواليتي بتاعت مين فيهم أعلى؟ انا عايز بقى اشوف الحل بتاعكم على التشات لو سمحت تقول لي انت شايف انهي عربيه من العربيتين دول عندها كواليتي اعلى، عندها يعني جوده بشكل اكتر من التاني. اشوف كده في التشات الحلول بتاعتكم. ممكن مرسيدس اعلى، وائل المرسيدس، احمد خالد الف المطلق المرسيدس. يعني ايه في المطلق احمد؟ كلمه في المطلق المرسيدس دي يبقى انت عايز تقول حاجه، فياريت تفك الميكروفون وتقول لنا. ايوه السلام عليكم اكرم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. في المطلق لان انا مثلا انا لو واحد بشتغل شغل جنب البيت يعني قريب جدا من البيت، محتاج عربيه تكفي مشوار الكيلو او الاثنين كيلو اللي بمشيهم، فمش محتاج
يعني ايه كواليتي رهيبه جدا زي المرسيدس كده، لان زي ما اتفقنا ان هي في المطلق افضل، لكن هتبقى مثلا السيراتو بالنسبه لشغل ال 2 كيلو جنب البيت ده كواليتي كافيه جدا للمشوار بتاعي او لاحتياجاتي. فكان مطلق مرسيدس ككل حاله، لا انا ممكن اجيب عربيه لادا كمان حتى مش كيا سيراتو لو هتكفي الاحتياج المعين اللي انا محتاجه ليها. يبقى انت ربطت الكواليتي باحتياجك. طبعا يعني انا ممكن اشطب البيت كله رخام وممكن اشطبه سيراميك، الاثنين زي بعض، بس ده طبعا بكواليتي معين وفلوس معينه وده حاجه تانية، بس كل كواليتي طبعا حسب احتياج الطالب. يعني ده كلام مظبوط. يبقى مش موضوع مطلق او مش مطلق، هو موضوع مربوط بالاحتياج بتاعك. انت محتاج ايه؟ انت محتاج عربيه 4 فرد كاوتش تروح بيها الشغل؟ لا ده انا مش محتاج كده بس، ده انا محتاج 4 فرد كاوتش اروح بيها الشغل، بس عايز شويه كده دلع وشويه ازاز كهرباء وشويه. يبقى انت هنا المتطلبات بتاعتك زادت، فانت لو اديتك عربيه 4 فرد كاوتش وبس من غير الكهرباء ومن غير الحاجات اللي فيها شويه فيتشرز زياده مش هبقى اديتك المتطلبات بتاعتك. يعني اللي انا عايز اقوله ان الفيتشر زياده او اقل دي ملهاش علاقه بان انت تقارنها بينها وبين عربيه تانية، هي ليها علاقه بان انت تقارنها بمتطلباتك انت. انت عايز فيتشر زياده ولا مش عايز؟ انت حضرتك لو معاك ايفون 8 7 اكس اخر حاجه وهتبقى مبسوط بيه، انت بتعرف تستخدمه، انت عايز الفيتشرز اللي فيه، انت متطلباتك الكاميرا بالشكل ده والامكانيات والحساسية والسنسور، انت طلبت كل المواصفات اللي فيه لانك هتستخدمها لانك محتاجها. لكن لو انت خدت الايفون ده وديته لجدتك هيحصل ايه؟ هي مش عارف تستخدمه اصلا، وهي مش عايزة المتطلبات دي، هي عايزة تليفون تقول الو وتقفله. فالفيتشر والفانكشن والفيتشرز الزياده او شويه الدلع اللي موجود في السيرفيس دي نقول عليها الجريد بتاع المنتج، دي الجريد او الكاتيجوري بتاع المنتج او السيرفيس اللي انت هتقدمه او اللي انت هتاخده على حسب. انما المتطلبات الريكويرمنتس بتاعت حضرتك هي الجوده. اذا الجوده هي عباره عن قد ايه انا هقدر افولفيل الريكويرمنتس بتاعتك، ده على حسب الامريكان سوسايتي فور كواليتي. لو انا اديت السياره لواحد هو عايش في مكان صحراوي ما فيهوش طرق ما فيهوش مدقات حتى وعايز ينتقل من مكان لمكان، فقال انا عايز وسيله مواصلات انتقل بيها من هنا لهنا لهنا، فاديته عربيه زي العربيه اللي انا بشاور عليها دي، هل هي كده هتفولفيل هيز ريكويرمنتس؟ لا، هو احسن له يركب جمل، لأن الجمل سفينة الصحراء هيقدر يتحرك يمين وشمال في هذه المنطقة، ده لو بيعرف يسوق الجمل، ده لو هو كمان عنده المقدرة على استخدام هذا المنتج. إذن زي ما قال حيدر depend on the function and the use، هو ده بالظبط اللي أنا قاعد بقى بدندن عليه، على حسب الفونكشن بتاعتك الوظيفة أنت عايز إيه؟ عايز طيارة عايز سيارة؟ طب ما كل السيارات زي بعضها. لا كلهم زي بعضهم، بس انا محتاج شويه راحه، مشاويري طويله زي ما قال المهندس احمد خالد. فانت احتياجك هنا هو اللي ممكن تقول انك محتاج جريد اعلى، بس انت محتاج احتياجك هنا هو اللي يدخل هذه الفيتشرز كجزء من الريكويرمنتس. اذا نرجع تاني ونقول ان احنا ما ينفعش ان احنا نقارن ما بين two different grade ونقول الكواليتي بتاعت مين اعلى. يعني هو المساكن الشعبية والمساكن المتميزة مش كل منهما عندهم جودة؟ طبعا. المنتج الصيني والمنتج الياباني مش كل منهما عندهم جودة؟ ايوه طبعا. الجريدز مختلفة، الفيتشرز مختلفة، لكن الجودة بقيسها على حسب انا قدرت اني افولفيل الريكويرمنتس ولا ما قدرتش. ولذلك ممكن نقول الجودة دي 50% 70% 80% بقيسها مقابل ايه؟ بقيسهاش مقابل الاذر برودكتس اللي عنده جريد عالي، لا ده انا بقيسها مقابل الريكويرمنتس اللي انا خدتها من الستيك هولدرز. I collected requirements وحولتها للستاندر
وحطيت في المنتج كل الكاركترستيك اللي تفولفيل هذه الريكويرمنت، او حطيت في الخدمه كل الكاركترستيك التي تفولفيل هذه الريكويرمنت. وبالتالي اقدر اقول ان انا فعلا قدرت اقدم للعميل بتاعي ما يحتاجه على حسب ما هو طالب، يبقى I satisfied his need. طيب المودرن كواليتي مانجمنت يا جماعة ليها جروز، ليها أباء روحيين زي ما احنا شايفين كده، عندنا مستر ديمينج ومستر جروسبي ومستر جوران، وكل منهم له رأي في موضوع الكواليتي. دول ناس بدأوا في المودرن كواليتي مانجمنت في الخمسينات، بدءا بديمينج ابو الكواليتي ادوارد ديمينج. هو امريكي راح عمل مبدا التوتال كواليتي مانجمنت والتحسين المستمر، وعمل السايكل الشهيره بلان دو تشيك اكت، وعرضها في امريكا ما لقتش قبول وذهب بيها الى اليابان، احتضنوه واصبح اليابانيين النهارده من احسن ناس تطبيقا في مبادئ الكواليتي، بل طوروا كمان عن التوتال كواليتي مانجمنت وعملوا احد المبادئ فيه اللي سموها كايزن. كايزن هي عباره عن كلمه بالياباني يابانيه، هي ايضا معناها التطوير المستمر او كونتينوس امبروفمنت او تشينج فور بيتر، هي نفس المعاني دي كلها، لكن تختلف عن التوتال كواليتي مانجمنت اللي بيجنح الى الريستراكشرنج او ري انجينيرنج، يهد البيت خالص ويبني، او ان هو يوضب البيت من جوه. الا ان الكايزن بيستخدم الكوانتم انوفيشن، بيستخدم التحسين والتطوير المستمر للعمليات الصغيره شويه شويه حته حته. ولهذا ديمينج المبادئ بتاعته يعني انتشرت في كتير من المدارس الخاصة بالكواليتي. المدارس الحديثة في الكواليتي دايما تتكلم على الكاستمر ساتسفاكشن. بص معايا كده على القط ده، القط ده قاعد وطبعا سعيد جدا وهو بيتعمل له المساج، وسعادته دي وفي الاخر هو هيدوس على الاخضر ده اللي هنا، لان اللي بيعمله المساج قدر يفهم ويمانج الكاستمر اكسبكتيشن. حضرتك لو قدرت تفهم وتمانج وتقدر ان انت تميت الكاستمر نيدز اند اكسبكتيشن، هتبقى حققت كاستمر ساتسفاكشن، وهي احد المبادئ العامه في المودرن كواليتي مانجمنت. من المبادئ كمان الخاصه بالمودرن كواليتي مانجمنت هي البريفنشن اوفر انسبكشن. يعني انا ادفع ريال وقايه او دولار وقايه او جنيه وقايه، جنيه مش هيقضي، خلينا دولار احسن، دولار وقايه خير من ايه؟ من العلاج. لان حضرتك لما تدفع فلوس تو افويد المستيك، هو يوفر لك فلوس كتيره جدا غير لما تعملها غلط وتروح تصلح. عشان كده الوقايه خير من العلاج. مش معنى كده ان انت مش هتعمل انسبكشن، لا انا هعمل انسبكشن، لكن قبل ما اعمل انسبكشن هخطط وحضع خطه للكواليتي، وكمان وانا بنفذ هبتدي اراجع هذه الخطه واشوفها ماشيه صح ولا لا، وبعد كده ابقى هعمل انسبكشن. طبعا زمان زمان في 1800 لغايه 1900 كان الكواليتي لما كان لسه قبل الثوره الصناعيه الناس بتشتغل بايديها اكتر المنتجات، كان الكواليتي بيعتمد والمسؤول عنه الاول والاخير هو الشخص نفسه اللي بيعمل اعمال يدويه. لكن بعد كده وبعد الثوره الصناعيه اصبح الانسبكتور هو المسؤول عن الكواليتي، واصبح عندنا ماس برودكشن ويستخدموا الاستاتستيك انسبكشن، استاتستيك سامبلينج يعني. بعد كده بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ما بدأوا يفكروا في البريفنشن، وظهر بقى في الخمسينات كده ديمينج، وابتدوا يتكلموا على مبادئ الكواليتي الحديثة، وطلع معانا بعد كده السكس سيجما، نعمل ثلاث أخطاء فقط في المليون عملية، وطلع معانا اللين وكل المبادئ الخاصة بالكواليتي.
أصبح كل بني آدم بيشتغل هو مسؤول عن الجودة وليس فقط البروجكت مانجر أو كواليتي مانجر. المانجمنت ريسبونسابيليتي هنا بنكلمك على إن الأكاونتابيليتي أو الجزء من الريسبونسابيليتي أو أهم جزء من الريسبونسابيليتي عند المانجمنت بمنتهى البساطة، لأنه هو اللي هيدي لك الريسورس، هو الذي سيضع السياسات القواعد الحاكمة لتنفيذ الكواليتي. الكونتينيوس امبروفمنت اللي هو بلان دو تشيك اكت او اللي ظهر على اساسه التوتال كواليتي مانجمنت، ثم السكس سيجما، ثم الاو بي ام 3 وانت بتتكلم على البروجكت مانجمنت ماتوريتي موديل، كان اساسه من مستر ديمينج، ادوارد ديمينج. ادوارد ديمينج كان عنده التو كونسبت دول، بلان دو تشيك اكت سايكل تو امبروف ذا كواليتي، وان الكواليتي هي مانجمنت سبورت، محتاجه الى المانجمنت سبورت والا لن تستطيع الحصول على الريسورس الخاصه لتحقيق الكواليتي، لن تستطيع الحصول على السياسات اللي هي القواعد الحاكمه التي تدعم الكواليتي. بينما مستر جروس بي فيليب له شويه رؤيه مختلفه في موضوع الكواليتي، انه يستطيع تحقيق الكواليتي من خلال الوصول الى زيرو ديفكت، ما يبقاش فيه اخطاء، ولا يعني مش زيرو زيرو، لكن الثلاثة في المليون بتاعت السكس سيجما تعتبر زيرو. ولهذا عنده مبدأه هو ان الكوست اوف كواليتي بيتقاس بالكوست اوف نون كونفورمانس، كل ما يقل الكوست اوف نون كونفورمانس يعني يقل عندك الريورك، يقل عندك الاخطاء، يقل عندك الريجكشن، كل ما يكون الكونفورمانس تو ريكويرمنتس عالي، وكل ما يكون الكواليتي ياتي بشكل افضل. ولهذا هو ايضا يرى ان الكواليتي تاتي من البريفنشن. مستر جوران موزس هو رجل جميل ومتواضع، واتكلم على الكواليتي من وجهة نظر مختلفة شوية، لكن التلاتة هم جروز، التلاتة هم آباء روحيين للكواليتي. هو برضو بيرى معاهم ان يجب ان احنا نعمل كواليتي امبروفمنت وكواليتي بلانينج وكواليتي كنترول، لكن النتيجة بالنسبة له مش زيرو ديفكت، النتيجة بالنسبة له فيتنس فور يوز. إذا كان عندك إمكانية في استخدام المنتج أو الخدمة أو النتيجة كما مطلوب، فإذا أنت استطعت أن تحقق الجودة من وجهة نظر جوران موزس. طيب خلينا أسألك السؤال القادم، في المشروع بتاعك، وعايز أشوف الكلام بقى والإجابة على الشات، في المشروع بتاعك من المسؤول عن الجودة؟ Who is responsible for the quality? Whose responsibility is it? فين الإجابات يا شباب؟ يلا مين المسؤول عن الكواليتي عندكم في مشاريعكم يا شباب؟ قسم الكواليتي ولا مين؟ ولا مدير المشروع؟ الكل مسؤول. أحمد جابر بيقول كل مسؤول، احمد خالد بيقول الكل مسؤول، وحيدر بيقول الكل مسؤول، زي السيفتي بالظبط، كلام مظبوط وكلام جميل جدا. طيب لو انا حورت السؤال شويه وقلت لك who has the prime responsibility، who has the ultimate responsibility، هتقول لي الكل برضو، يعني who is accountable، مين اللي عنده الaccountability؟ ايوه project manager، برافو عليك وائل. اذا طبعا كله مسؤول، سينيور مانجمنت مسؤول، اكسترنال كاستمر مسؤول، كل واحد مسؤول عن الجزء بتاعه، تمام يا فتحي، لكن البروجكت مانجر هو اللي عنده البرايم او الالتيميت ريسبونسبيلتي. طيب تعالوا بقى نفرق ما بين بلان كواليتي، كواليتي بلاننج، ومانج كواليتي، كواليتي مانجنج، وكواليتي كنترول او كنترول كواليتي. البلان، بلان خطه بضع فيها الستاندر ايه هو، وازاي هقدر انفذه، وازاي هقدر اعمله، وازاي هقدر اقيسه كمان، يعني بحط فيها كل الانشطه اللي هعملها في الاذر تو بروسيسز. بينما المانج هو استخدامنا، هو ان حضرتك تمكن الفريق بتاعك من استخدام السياسات والخطط والستاندر
وتتأكد من هم بيستخدموها بالشكل الصحيح. إذن implementation أو execute quality activities اللي هي هتكون موجودة في الquality plan. بينما الquality control ينتظر حتى ينتهي المنتج أو المخرج أو جزء من المخرج علشان أقدر أتأكد إن هو فعلا functional correctly. يعني حضرتك لو ناوي تعزمنا على العشاء مثلا وتطبخ لنا طبخة كويسة كده, تعمل لنا فراخ مشوية مثلا, أول حاجة هتعمل إيه؟ هتشوف إيه الريسورس اللي أنت عايزها, إيه طريقة الطبخة هتكون إزاي, الستاندر اللي أنت هتشتغل بيه, يعني هتعمل طبخ مثلا هندي ولا هتعمل إيه بالظبط. فعلى حسب الطريقة وعلى حسب الريسورس تقعد تكتب الكلام ده كله فين, تكتبه في البلان. وبعدين تقول طيب أثناء العمل أنا عايز فتحي يجي يبص يمسك التشيك ليست دي اللي فيها خطوات العمل كلها ويطلع كده راندم يتأكد أن أنا شغال صح على حسب بلان. ده لسه هنقول عليه بقى managing quality, الكواليتي أشورنس يعني. بينما بقى في الآخر خالص بعد ما حضرتك تطبخ الطبخة وتمام وتتفضل آدي الفرخة الأولانية طلعت, انا اخد كده الجناح ولا حتة من الصدر ولا حاجة واروح اطمها اطمة كده علشان اشوف التست بتاعها ازاي, واقول لك ايوه ابروفد او لا لا لا, ودي في تشينج ريكوست هنا لو سمحت تزود شوية شوي في الحتة دي او تحط التخدير, تقعد بقى ايه تعمل الكوركتيف اكشن. اذا بمنتهى البساطة الكواليتي داخلة في حياتنا في كل حاجة, اي عمل حضرتك عايز تعمله وتعمله بإتقان لازم تخطط له الأول وتشوف طريقة تنفيذه وتكتبها, وإيه هو الستاندر اللي أنت هتشتغل على أساسه, المقياس اللي أنت هتشتغل على أساسه, وخاصة لو كان هذا العمل للآخرين, أنت تقدم خدمة للآخرين, أنت تنجز منتج للآخرين, فيجب أن تعلم احتياجاتهم ومتطلباتهم وتضع لها طريقة التنفيذ وتبدأ في تنفيذها, وأثناء التنفيذ تتأكد أنك بتنفذها صح, وبعد كده تسلمها ليهم بعد ما يكون حصل عملية التست. في حد ما بيشتغلش في الكواليتي يا جماعة؟ في حد عايش من غير كواليتي؟ حضرتك لما تيجي تعمل PMP وعايز امتحان PMP, الاول تعمل سيرفي هو مين المكتب او مين المحاضر او مين الجامعة اللي بتدي كورسات PMP, وبعدين تختار واحد, وبعدين تقعد تضع خطة للمذاكرة معاه وتشوف الستاندر والوقت والريسورس, ده كله ايه بلان, علشان وانت بقى بتشتغل وبتحل الاسئلة يبتدي تقعدوا مع بعض وابتدي نعمل لك كده راندم شوية امتحانات وبتاع علشان نتأكد ان حضرتك ماشي على حسب الخطة, عشان لما تمتحن في الاخر يكون في كواليتي كنترول ونقيس نتيجه الامتحان ونشوفها اذا كانت طالعه زي البلان وعايزين اكتبها سيرتيفايد بي ام بي ولا لا. اذا مفهوم الكواليتي موجود معانا في حياتنا كلها, مش فقط موجود في الشغل. انا عايز اسمع كده من حد منكم يديني مثال على مفهوم الكواليتي بس مش شغل, في الحياه يعني, زي ما اديتك كده على شهاده البي ام بي انت اديني حاجه تانية مختلفه, ما تقوليش شهاده البكالوريوس بقى والماجستير وكده, قولوا لي المثال على الكواليتي. مين يتبرع؟ ان الله يحب ان اذا عمل احدكم عمل ان ايه يتقنه. كواليتي يا جماعه, ده كواليتي الاتقان في العمل. حد يديني مثال, ما حدش عايز يتكلم على مثال في الكواليتي في حياته. طب كلنا متجوزين, ارفع ايدك لو كنت مش متجوز, ارفع ايدك, ارفعش ايدك يا فتحي, انا عارف ان انت مش متجوز. طيب حلو قوي, حضرتك مش متجوز, فتحي مش متجوز, احمد خالد مش متجوز, مين تاني مش متجوز؟ مشروع الزواج اللي انت هتعمله يا فتحي انت واحمد خالد لازم تضع له خطه, تشوف ايه المتطلبات بتاعه الجواز, ايه الريسورس اللي هتستخدمها, ايه المواصفات بتاعه العروسه, علشان تبدا في تنفيذ هذه الخطه. واثناء التنفيذ بيكون عندك فتره خطوبه كده وانت قاعد بتشتغل في الاكتيفيتيز, فبتعمل ساعتها ايه راندم تشيك عشان تشوف المانج كواليتي,
وبعد كده تتجوز، وبعد ما تتجوز مش عايز اقول لك ايه اللي هيحصل لك لان في الاخر الله اعلم بالنتيجه، هو في الاخر الجواز بطيخه يا جماعه، يعني يا تطلع حلوه يا تطلع الله اعلم. باخدني عندك النهارده فتحي لو سمحت. طيب تعال بقى ايه تعال نتكلم على بلان كواليتي. بلان كواليتي يا جماعه هو البروسيس الاولانيه، وانا هكلمك عن شويه تول وتكنيك تقدر تستخدمها عشان تخطط للجوده. اول حاجه خليني اسالك، هو ايه فائده الجوده؟ هو الجوده دي انت يعني بتعملها نزاهه كده كرافته، يعني تاخد ايزو وبعد ما تيجي تاخد الايزو نقول لك هو انت ليه ما بتطبقش الايزو بروسيدر اللي عندك؟ يا باشمهندس احنا واخدينها كرافته. كرافتة يعني ايه؟ يعني انا واخدها بس كده عشان احط في المستندات بتاعتي ان انا عندي ايزو فاقوم اقدر اخش المناقصه. لا، انت صرفت فلوس وما استفدتش منها. لكن لو حضرتك بتعمل كوست بينيفيت اناليسيس، بتشوف الفرق ما بين التكلفه وما بين الفوائد من هذه التكلفه، وكنت بتخطط صح، هتلاقي ان الفلوس اللي بتصرفها بتؤدي الى less rework لانك هتعمل حاجه صح من اول مره، وبالتالي higher productivity لانك في هذه الحاله الانتاجيه بتاعتك هتزيد، وبالتالي lower cost بتقلل من التكلفه، فده بيزود من stakeholder satisfaction، فيبقى عندك competitive advantage في السوق حقيقي مش مجرد كرافات. عشان كده لما تيجي تصرف فلوس وعايز تعمل plan quality وتعمل بقى فريق عمل وفريق quality، لازم توزن انا هصرف كام وهيجي لي ريورد ايه والفايده منه. طب انا اول مره اعمل الشغل ده وما عنديش خبره، يا سيدي اعمل بنش مارك. شايفين دي طريقه تانية، ايه احد الطرق الادوات والتقنيات، افكرك بس تي ان تي ديت يعني تولز اند تكنيك، الادوات والتقنيات. بنش مارك يعني ايه؟ بنش مارك يعني اقارن كده مع حد يكون عنده best practice في موضوع quality improvement ده، وعنده أفكار في الاندستري بتاعتي أو غيره. أخد مثلا الconcept بتاع الـ PMI وأنا بشتغل في الـ project quality management واشتغل به. إذا لما أجي أخطط للـ quality قد أستخدم بعض هذه الأدوات والتقنيات حتى أستطيع إعداد الـ quality plan. طيب مش هصرف فلوس على الـ quality ديت؟ أيمن لسه قايل لك دلوقتي هنصرف فلوس هنقعد نوزن. طب الفلوس ديت نوعها ايه او الكاتيجوري بتاعها ايه او تصنيفها ازاي؟ شوف احنا بنصرف فلوس على اعداد الكواليتي بشكلين، يا اما اصرف فلوس علشان اقدر اوصل للمواصفات meeting the requirement يبقى عندي conformance، او نتيجة عدم قدرتي على تحقيق المطلوب وحصل failure فانا حصرف علشان اعمل rework. طب ما تيجي ناخد كده تكسير شوية لانواع الكوست اوف كواليتي اللي لازم اعمل حسابها وانا بشتغل. والله انت محتاج تصرف فلوس علشان تعمل وقايه بريفنشن، يعني اعمل ايه يعني؟ يعني مثلا تعمل سيرفي عن الناس الكونتراكتور كويسين، يعني مثلا تستشير استشاري عن احسن طريقه تنفيذ اعمال، يبقى انا بصرف فلوس اهد. يعني مثلا تضع خطه للكواليتي، تعمل تدريب للناس اللي هيشتغلوا على الكاد مثلا او على التاور كرين. انا بعمل اكتيفيتيز اهد، وهذه الاكتيفيتيز اهد هتؤدي الى كونفورمنس، تؤدي الى مطابقه في المواصفات، او ان انا بصرف فلوس علشان اتاكد ان العمل بعد ما انتهى هو مطابق للمواصفات، هو كونفورمنس. يعني بعمل تيست مثلا على الخرسانه، يعني بعمل مثلا تيست على الويلدنج اكتيفيتيز باكس راي او غيره. كل هذه بعمل اختبار عشان اتاكد ان انا فعلا مذاكرتي في البي ام بي اثمرت وجبت اباف تارجت في كل حاجه، او حتى عديت البي ام بي وبقيت سيرتيفايد. اذا هذا الابريزل او التقييم او الانسبكشن اللي بعمله هو ايضا مصاريف تكلفه لازم احسبها، وبتكون لتحقيق او لمطابقه المواصفات. في بعض الاحيان يحصل عندي فيلير، اجي اشتغل وبعدين الصنايعي اللي عندي بيسلم الفورمان بتاعه، فالفورمان يقول له لا ده في ايه،
ديفيشن. يبقى اذا الفيلير هنا حصل انترنال، حصل ان هاوس، حصل واحنا لسه في الشغل ما راحتش لايدين العميل. اصرف بقى فلوس على اصلاح هذا النون كونفورمنس. وفي كمان اكسترنال، لا راح لايدين العميل واستلم وتمام، بس حصل فيلير في مرحله ترانزيشن، وهو في مرحلة انتقالية من تسليم ابتدائي لتسليم نهائي، حصل فيلير واضطرينا ان احنا نعمل ريورك عشان نصلح. اذا انا محتاج وانا بخطط للكواليتي يا جماعة، انا قاعد بكلمك دلوقتي على ايه بلان كواليتي، وانا بخطط للكواليتي اني احسب الكوست في كواليتي، سواء كان كونفورمنس كوست او نان كونفورمنس كوست. في اي استفسار يا شباب؟ طيب تعالى بقى اكلمك على الجزء الخاص ده، خلاص احنا قلنا عليه اللي هو الامثله بتاعه البرفورمانس. انا اكلمك على الاستاتستيك اللي بتبين لك قد ايه انا بقدر اوفر فلوس لو زودت البريفنشن. الكلام ده طبعا ده حصل بعد التوتال كواليتي مانجمنت. شوف كده معايا، لو ان العمود اللي قدامك ده هم $1,000 هتصرفهم على الكواليتي، ده قبل التوتال كواليتي مانجمنت، هتبص تلاقي ان تركيزك على البريفنشن او البلاننج يعني والاشورنس كان يدوبك مصاريفي من $1,000 2%، بينما على التست بعد ما المنتج يطلع 23%. عارفين ده كان بيؤدي لايه؟ بيؤدي لان 75% من $1,000 بيصرفوا على الاصلاحات لان بيحصل فيلير. بينما لو انت بعد التوتال كواليتي مانجمنت تبنيت مبدا ان البريفنشن اوفر انسبكشن، وزودت البريفنشن، زودت الوقايه الى 15%، عملت تريننج، عملت سيرفي وات ايفر، وحافظت برضو على 15% ولا 10% من الابريزل، عارف ده ادى الى ايه؟ ادى الى ان الفيلير كوست نزل 50% في الثلاث سنين للعينه اللي احنا خدناها في هذا الاستاتست. يعني فعلا المبدا بتاع التوتال كواليتي مانجمنت او يعني بلاننج وبريفنشن، باني ازود مصاريف البلان والاشورنس، ده بيقلل لي من الفيلير كتير جدا وبيخليني اعمل حاجه صح من اول مره وبوفر من الكوست. من الادوات اللي انا محتاج اعدها، من الادوات اللي انا محتاج انها تكون عندي علشان اقدر اشتغل بيها بعد كده، حاجة اسمها الكنترول شارت. ايه الكنترول شارت ده؟ الكنترول شارت ده هو الشكل اللي قصادنا ده، وانا حدي لك مثال على ازايز المية. يعني لو عند حضرتك قدامك دلوقتي ازازة مية نسلة، ازازة مية نسلة ولا الصافي ولا whatever، وحجمها يدوبك 333 ميلي جرام، وزنها يعني 333 جرام، هل تعتقد ان جميع الازايز اللي من نفس البراند ديت اللي موجوده في السوق المصري او السوق السعودي او السوق الخليجي عموما هي نفس ال 333 جرام، ولا ده وزن متوسط؟ ده وزن متوسط، كل الناس هتقول ان ده وزن متوسط. الخط اللي انا بشاور عليه اللي في النص ده، شايف الخط اللي انا بشاور عليه في النص ده في الرسمه، هو يمثل الوزن المتوسط لأزايز المية في المصنع اللي بيطلع أزايز المية. بينما الخط رقم واحد المنقط فوق ده وواحد المنقط تحت ده نسميه يا جماعة upper and lower control limit. اسمه ايه؟ upper and lower control limit. ايه الـ upper و lower control limit ده؟ هو القيمة المسموح بيها حتى تنحرف وزن ازازه الميه عن ال 333 بلس او ماينس. طيب كيفيه حساب هذه القيمه؟ نحسب هذه القيمه بناء على الانحراف المعياري الستاندرد ديفيشن، وانا بعد شويه كده هوري لك مثال على كيفيه هذا الحساب. بعض الاحيان الخط المنقط ده ما يكونش كافي عمليا للانحرافات عن قيمة المنتج المتوسطة، ويكون عندنا سماحية أكبر. هذه السماحية منين؟ هذه السماحية من الspecification. شايف نمرة 5 دي هي عبارة عن إيه؟ specification limit، يعني حد المواصفات الذي عادة يكون أكبر من حد الستاندرد ديفيشن اللي بتحسب بالحساب اللي هقول لك عليه بعد شوية.
طيب انا دلوقتي اثناء بلان كواليتي حددت الافرج بتاع حجم ازايز المايه بتاعتي, وحددت الابر واللور كنترول ليميت, وحددت كمان السبيسيفيكيشن ليميت. خلاص خلص دور البلانج عندي. طب بعد كده هعمل ايه اثناء الكواليتي كنترول؟ اقدر اني اخد عينه من الباتش الاولانيه اللي انا بشاور عليها دي, وستاتستيكالي كده اخد عينه ازازه ميه واشوفها حجمها ايه. لو طلعت ان هي 333 ناقص حته وما عدتش الابر او اللور كنترول ليميت او السبيسيفيكيشن ليميت, اقول ان الباتش كله ابروفد وريليست ونزل السوق, وابدا اخد بقى عينات من ديفرنت باتش سواء راندوملي او بشكل يكون سكيدول, وكل باتش يكون واخد الشكل, وطبعا لازم ياخد شكل ضربات القلب ده كده لانه ستاتستيك بتاخد حاجه راندوم. مثلا نمره 2 ديت هي عباره عن ايه, اسمها ايه, اساينبل كوز. ايه اساينبل كوز؟ يعني حصل عندي عيب ما, وهذا العيب خرج الباتش كله بره السبيسيفيكيشن ليميت, فقد يكون هذا العيب هو عيب في الرو ماتيريال اللي جايه لهذا الباتش, او هو عيب يحتاج الى المانجمنت انترفنشن. انما لما اجي اشوف السبع نقاط اللي ورا بعض دي, شايفين السبع نقاط دول هم عباره عن سبع نتائج طبعا من سبع باتشز متاخدين ورا بعض, عشان كده طلعت النتائج بتاعتهم ايه ورا بعض بالشكل ده. هما السبع دول واخدين نفس الترند كلهم around the positive mean, يعني فوق الجزء الموجب من المتوسط. طيب لو كانوا واخدين كلهم نفس الترند around the negative mean, او لو كانوا طالعين لفوق كده واخدين نفس الترند طالعين لفوق, او واخدين نفس الترند رايحين لتحت, المهم ان هما واخدين نفس التوجه واخدين نفس الترند, نعمل فيها ايه؟ ساعتها نسمي هذه السبع نقاط نقول عليها rule of seven. طيب بعدين نعمل ايه في rule of seven؟ نقف ونعمل investigation, لان الطبيعي ان النتائج مدام random وstatistical فهي انها تطلع كده بشكل random زي ضربات القلب, انما لما تبقى واخدة نفس الترند لازم نشك لان ده مش طبيعي, ده مش علم, مش احصائي يعني, فلازم نشك ونبتدي نشوف ايه السبب. ما بنرفضش العمليات وما بنرفضش الباتش, ولكن يجب ان احنا نعمل انفستيجيشن. اذا الرول اوف 7 هو نتيجته الانفستيجيشن. طبعا النقطه رقم 2 اللي حصل فيها اساينبل كوز دوت, انا خلاص رفضت بقت اوت اوف كنترول, فرفضت العينه كلها دي كلها مرفوضه, دي حاجه بقت خارج طبعا موضوع الخارج الحدود او الرفض او القبول ده بعدين بنعمله في الكواليتي كنترول, شرحته بس عشان خاطر يبان معانا ايه الفايده من الابر واللور كنترول ليميت اند سو. احنا كده بنتكلم على الادوات الخاصه ببلان كواليتي, ومن ضمن الادوات يا جماعه لو انتم فاكرين افينيتي دايجرام اللي احنا استخدمناه في اعداد المتطلبات واحنا بنتكلم على سكوب مانجمنت. افينيتي دايجرام اخذنا عملنا ميتنج واخذنا راي الستيك هولدر عن ما هي المتطلبات اللي هم عايزينها عشان نحولها الى ستاندر, فكل واحد كتب بعض المتطلبات على الستيكي نوت ديت وحطيناها بشكل ملعبك, وبعد كده ابتدينا نعمل لها عمليه الكاتيجورايزيشن. افتكرتوها كانت احد الطرق ل اعداد الريكويرمنتس, هي ايضا احد الكرياتيفيتي تكنيك اللي تقدر تستخدمها عشان تعمل كاتيجورايزيشن للستاندر اللي انت قاعد بتعده. تفتكر ان احنا بنتكلم على بلان كواليتي وهي العمليه اللي بيحدث فيها ايدنتيفيكيشن للستاندر اند هاو كان وي ميت ذا ستاندر. بلان كواليتي ايضا قد يستخدم الديسيجن ميكنج تكنيك, اتخاذ القرار وديسيجن ميكنج تكنيك. احنا اتكلمنا قبل كده على طرق كتيره لاتخاذ القرار, اتكلمنا على الماجوريتي, اتكلمنا على الاكثريه الاغلبيه, المالتي كريتيريا ديسيجن اناليسيز, هي طرق كثيره لاتخاذ القرار. فانت حضرتك برضو عشان تحدد المتطلبات والستاندرد قد تستخدم طريقه من طرق اتخاذ القرار. في النهايه لما نخلص بلان كواليتي
نطلع بيه كواليتي مانجمنت بلان، ونطلع ايضا بيه كواليتي ماتريكس، طريقه القياس اللي هقيس بيها الخدمه او هقيس بيها المنتج اللي هيخرج معايا. ممكن يكون الكواليتي ماتريكس ديت هتقيس بيها مانجيريال ديليفربل، زي مثلا الكوست بيرفورمانس اللي بنقيسه بالسي بي اي، زي مثلا التايم بيرفورمانس اللي بنقيسه بالاس بي اي، او يكون منتج بيحصل فيلير فنشوف الفيلير ريت، او يكون هاني ابو سعود اهلا يا هاني، او يكون بعض الاخطاء اللي انا برصدها علشان خاطر غير مسموح لاخطاء عدد معين، او يكون برسنتج من تاسك كومبليتد اون تايم اور اوت اوف تايم. كل دي يا جماعه طرق بنحطها ككي بي ايز نقدر نقيس بيها المنتج او الخدمه في النهايه. إذن أحد المخرجات اللي نخرج بها من هذه البروسيس هي الكواليتي ماتريكس، طرق القياس. إحنا هنتوقف هنا دلوقتي وناخد بريك، وبعد البريك إن شاء الله هنيجي نتكلمك على الكواليتي أوديت وبعض الإمبورتنس نوتس، ونكلمك على بعض الأدوات المستخدمة في الكواليتي كنترول، وبعد كده بإذن الله تعالى نخش في البروسيس، سواء كان بقى input output tools and techniques لجميع البروسيسز اللي موجودة عندنا. هناخد بريك الساعة دلوقتي 7:13 دقيقة، يعني ربع ساعة ونرجع إن شاء الله 7:30 عشان نبقى نكسرش الكسر، يعني 7:30 نرجع، 7:30 بتوقيت مصر طبعا، نرجع نستكمل المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله. شكرا لك.